مشاهدينا مشاهدي موقع بصراحة الإخباري، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد وبث جديد. معكم أنا محمد فيصل من موقع بصراحة الإخباري. موضوع النهاردة هنتكلم عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب التوكسيك. حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب الكابلز التوكسيك اللي بينهم مشاكل كتيرة قوي ما بتتحلش، وتتحل وترجع، تتحل وترجع وترجع وتتحل. ولكن آخر التقارير قالت شيرين عبد الوهاب إن هي حسام حبيب مقلبها في $50,000 عشان يعمل لها استديو، ومقلبها في عربية رانج روفر موديل 2008، وكمان في ساعتين رولكس الساعة عاملة أكتر من $100,000. وقالت كمان إن هي كان ساكنة في شقة فيها خزنة، والخزنة دي فيها كل التنازلات وفيها كل الأوراق الخاصة بيها. قالت إن هو قلبها منها، خدها منها وكسر الخزنة واقتحم الشقة وكسر الخزنة وخد كل مقتنيات الخزنة من ساعات وذهب وألماظ وياقوت ومرجان كمان. شيرين عبد الوهاب بتقول إن هي حسام حبيب بيعاملها بقلة أدب وبيعاملها بكلام بذيء وبيعامل أولادها بطريقة وحشة، وقالت إن هو كمان كره العيال فيها وكرهها في أهلهم وفي باباهم وفي مامتهم. وطبعا حسام حبيب مش راضي يسيب شيرين، وشيرين طبعا عايزة تسيب حسام، ولكن شيرين عبد الوهاب في آخر الأزمة اللي فاتت دخلت مصحة نفسية عشان تهدى شوية وتتعالج من الحالة النفسية اللي وضعها فيها حسام حبيب. طبعا يا جماعة اللي ما يعرفش قصة حسام وشيرين، قصة حسام وشيرين من البداية بدأت كقصة حب عادية جدا 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 في منتهى الجمال. الاتنين كانوا بيحبوا بعض ومستقبلين بعض، وطبعا عشان حسام حبيب عينيه خضرة وشعر اصفر وشيرين عبد الوهاب بتحب الاحاسيس والمشاعر، فطبعا ارتبطت بيه. وكانت البداية ان هما ارتبطوا ببعض كعلاقة عادية، وبعد كده انتقلت لجواز، برضه اتجوزها على سنة الله ورسوله. ولكن ابتدت المناوشات وابتدت الطمع في حسام حبيب يظهر، وابتدى ان هو يطمع فيها وفي فلوسها، لدرجة ان اخر مرة خد منها $50,000 على اساس ان هما يعملوا استديو، ولكن ضحك عليها وما عملش الاستديو. وهي بتقول انا بطالب بحقي من حسام وعايزه حقي وعايزه حد يتفاوض لحقي، وكمان موكله موسيقار او فنان ان هو يتوسط لحسام ان هو يرجع لها حقها. ولكن شيرين يا جماعه صوت مصر الاول، صوت مصر العذب، الصوت النقي، يعني حطت نفسها في موقف لا تحسد عليه، يعني بقت في مشاكل. بس يعني كل الاخبار اللي بتنتقل عن شيرين الايام اللي فاتت او بتتصدر لنا عن شيرين الايام اللي فاتت هي مشاكل فقط لا غير، عامله مشاكل مع حسام، عامله مشاكل مع حسام، عامله مشاكل مع حسام، مفيش غير كده. طبعا يا جماعه المشاكل دي بتكبر وبتوسع وبتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، واللي خلى رواد التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ينقسموا الى جزئين، جزء يقول لها انت اللي عملت في نفسك كده وانت اللي رخصت نفسك من البدايه، وجزء يقول لها حرام عليك يا بنتي، انت كنت في حته دلوقتي بقيت في حته ثانيه. ما بنسمعش عنك غير مشاكل، ما بنسمعش عنك غير ان انت داخله مصحه تتعالجي من اللي انت فيه، وما بنسمعش عنك حاجه. وطبعا اخوها طلع على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وقال ان شيرين هتموت نفسها، وان شيرين يعني رايحه في حته منحدر مش هتطلع منه تاني بسبب حسام هو ووالدته اللي بيأيدوها ان هي تسيب حسام، ولكن حسام وراها وراها ما بيسيبهاش ما بيفرقهاش، وكمان بيبتزها بصور وفيديوهات، وكمان صورها فيديو وهي متعصبه اخر حاجه وهي بتكسر في الشقه بتاعتها ونزلها على مواقع التواصل الاجتماعي. طب ده يرضي ربنا تبقى واخد البنت يعني صوت عذب وسيده مصر وكمان فنانه من العيار الثقيل وتردها لنا بالشكل اللي انت عملته ده يا حسام؟ طبعا يا جماعه يا مشاكل عائليه ومشاكل زوجيه ما ينفعش ان احنا نتدخل فيها. بين شيرين وحسام حبيب وكلهم اجتمعوا على راي واحد ان هي دي حياه شخصيه ما ينفعش ان هم يظهروها للعامه، وان العامه ما ينفعش ان هي تطلع على المشاكل الشخصيه اللي زي دي، وان المفروض مشاكلهم تتحل ودي وفي صمت. طبعا الاثنين قدموا في بعض محاضر في اسم التجمع الخامس بعد ما اعتدى عليها واعتدت عليه، وطبعا قص يعني بطحها جاب الدم من دماغها. طبعا يا جماعه حاله في منتهى الاسوا وحاله منتهى الرعب. طبعا بنت شيرين وضعها حرج في هذه الامر، امها متجوزه واحد طمعان فيها، طمعان في فلوسها، واخد منها $50,000 غير عربيه رانج روفر 2008، ده غير ساعتين رولكس الساعه تعدي $100,000. طبعا يا جماعه وغير الخزنه اللي اقتحم الشقه بتاعتها وكسرها، وكمان قلب محتوياتها وخد الذهب والالماظ اللي فيها والمستندات المهمه اللي فيها. شيرين عبد الوهاب دلوقتي بتقول انا عايزه حد ينقذني من حسام، انا مش عايزه ارجع له، مش عايزه اشوفه تاني. طبعا مش عايزه تشوفه تاني، وحسام بيقول لها على فكره انا بحبك ولسه ماسك في الشريط ده، بيقول لها انا بحبك وبعزك
طبعا يا جماعه الموضوع كبر، يعني الموضوع دلوقتي في انفصال، المفروض يحصل حاله من الانفصال عشان تحافظوا على ما تبقى من ماء الوجه. يعني هي شيرين تتركز شويه في مستقبلها وتركز شويه في حياتها، وحسام يشوف مستقبله ويشوف حياته. طبعا كل قرايب شيرين وكل حبايب شيرين بيقولوا ان حسام طمعان فيها، وان حسام عمل نفسه من ورا شيرين ومن فلوس شيرين. واخر موقف يعني موقف ال 50,000 دولار اللي وعدها بيهم واوهمها ان هو هيعمل لها استديو في التجمع الخامس، وخد ال 50,000 دولار وما عملش حاجه. طبعا يا جماعه شيرين عبد الوهاب مش اول موقف تتحط فيه، وطبعا يعني لو رجعنا بالزمن شويه هنلاقي مواقف كتيره جدا لشيرين عبد الوهاب بتضعها في مواقف حرجه، واشهرهم موضع او موقف عمرو دياب لما قالت عليه وصفته في حفله احد الحفلات وهي مذكوره ومخموره، وقالت ان هي ان هو ما بقاش مطرب مصر الاول وراحت عليه وكبر في السن وعجز، وتامر حسني هو مطرب مصر الاول. وطبعا اثارت الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب هذا الموقف، وطبعا انقسم الجمهور الى قسمين مؤيد ومعارض، وطبعا المعارض كان اكتر واكثف بكثير. وطبعا الموقف الثاني لما كانت بتحيي حفل في البحرين وكان المفروض ان هي تغني اغنيه ما شربتش من نيلها، قالت لا ده في بالهارسيا، وطبعا برضو تعرضت لموقف محرج، وطبعا تم وقفها عن الغنى ساعتها ووقف حفلاتها بسبب هذا الموقف، الاساءه لنهر النيل وللشعب المصري. ولكن شيرين عبد الوهاب مش اول المواقف ولا اخر المواقف، واخرها موقف حسام حبيب. يا ترى موضوع حسام حبيب هيخلص على ايه؟ يا ترى هيعملوا ايه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل في موضوع حسام حبيب؟ هل هيرجعوا لبعض تاني ويتصالحوا ويصدموا الجمهور مره اخرى وتتنازل عن كرامتها وكبريائها، ولا هينفصلوا بهدوء وبشياكه والموضوع يرجع زي ما هو، ودي ترجع لبيتها ولغناها والفنانين والمطربين والمطربيها و لجمهورها، ولا حسام حبيب ناوي على ايه؟ حسام حبيب عن نفسه مش راضي يسيب. حسام حبيب بيرد بيقول انا راجل متعلم وراجل معاه شهادات وراجل من بيت ومن عيله، وكمان ليا يعني شغلي وليا حياتي الشخصيه، انا ما بقلبش شيرين ومش متجوزها عشان الفلوس. بس الواضح يا عم حسام ان انت دلوقتي متجوزها عشان الفلوس، امال ال 50,000 دولار دول بتوع ايه؟ رجع لها فلوسها ورجع لها حياتها ورجع لها يعني ثقتها بنفسها بعد ما انهارت قدامك، وبعد يعني ما الدنيا باظت معاها خالص. الدنيا باظت مع شيرين يا جماعه، دي مش شيرين اللي احنا نعرفها من 3 4 5 سنين، شيرين اتغيرت، شيرين يعني انتهت فنيا وانتهت اسريا، وكمان مش عارفه تعيش حياتها في سلام. شيرين يا جماعه بعد ما كانت بتصف بصوت مصر الاول دلوقتي بتصف بالمشاكل والاحكام. وطبعا يا جماعه محكمه الاسره رفع قضيه في محكمه الاسره وبتقول ان هي عايزه تتطلق. طب اخلعيه وخلصي، طالما انت مش عايزه تقعدي معاه ليه وافقت عليه من الاول؟ هو اي نعم حسام يعني اللي يشوفه من اول مره يتغر فيه، ولكن بعد ما كان بياخد منك فلوسك ومجوهراتك وساعاتك وعربياتك مستنيه تاخدي ايه تاني؟ جمهورنا العزيز، جمهورنا ومشاهدينا في موقع بصراحه الاخباري، كان معكم محمد فيصل من موقع بصراحه الاخباري. قولوا لنا رايكم في التعليقات، قولوا لنا رايكم يهمنا، ايه رايكم في الموضوع ده؟ شكرا جزيلا، كان معكم محمد فيصل من موقع بصراحه الاخباري، الى اللقاء في القناه.